السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو واحد اخر وفي رياكشن واحده اخرى. اليوم ان شاء الله عندنا التخليطه. قبل ما نبداو دير لايك ودير اشتراك وفعل معك الجرس وخلي لي شي تعليق يكون زوين. يلا نبداو. سلام عارف عارف لسيس ماما ديك ماما دغيا سربي انا راني على يدين كي دايرين قشبرين وكورونا وخنين يا ويلي اختي يا ويلي بعدكمش كبش صابون في داركم شوفي الزوجات السعودية هاي كلكم كيسك بلاك حيدي عليا الاخرى شوفي ويلي جات داك المرة جات ما تقوليش عليا عندي لك الخطا لا شنو يا ولا تزيدي ديري راه ويلي درتو نهار العرس جات تقلد لك وفورات والله ما فهمتش مزيان من الفيديو هذا بحق الله حبيبة ديالي اوكي السالير ديالي هو السالير ديالك البنات قبل من قدروا كاع ماشي نقسموا كل شيء نقدر انا نعطيك اكثر منك ماماك نعطيها الدوبل ديال الساروت نعطيها كاع جوج سوارت ونبقى عندي غير واحد اختك مرحبا بها في اي وقت راه باقي ما عرفتينيش مزيان غتعرفني مزيان غنزيد نصدمك اللي تقالت عليك خففت عليا حنا كما خلوها تقال عليك حاجه باينه حنا نهزو قبل ما تقال عليك حنا خدام عندك واش انا نمشي للخدمه ونجي نمشي للخدمه ونجي ونطيب الغداء ونربي الدراري ونولدهم باش كيكونوا في شكل وانت اش كدير امك قالت لي في راسي صراحه خيتي هذه هو كاين هادشي اللي كاين راسكم تقال عليا خويا اش كدور تقول لي فيه الجوع اخويا خويا كنتي راجلي واحد الشكلاط كان في المجر مش راجلي وليتي دابا خويا وانا عاود نسولك ثلاث المرات الشكلاط كان في المجر حتى اللي كليتي الشكلاط كان في المجر حتى اللي كليتي الشكلاط كان في المجر حتى اللي كليتي الرابعه قمنيه بغيت براتي واه هي اللي ما تعاود انا نعطيك براتك دغيا ما عندي ما نزمر بك انا تبي ندير بك انا عاش ما عندي ما ندير بك كون هاني ما عليك ما بك تبغى تستاصوني شي بلاصه اولا ما كتلقاش داك الكارديان عرفتي كيفاش بغيت تخرج كيقول لك ماك مخلوع مالك انت ولد جدران من الرجل والله العظيم والله الا فعلا هاد الهضره هادي وليتي تقول والله الا فري بالله ملي كتبغي تستاسيوني انا كتلقى تحت تقول واقيلا هاد البلاصه كاع ما فيها الكارديان كتستاسيوني كتقاد الطوموبيل ديالك كتمشي تقضي لها تعاود ترجع تهز طوموبيلتك تجي توقف عليك المعلم زيد 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 حبس حبس شكون انت هذا هو الكارديان ماك مخلوع غادي ندي لك 4 دراهم بالرجوله شكون 5 دراهم 10 دراهم كارديان ما عرفت فين تيكون فاش تبغي تستاسيوني وملي كتبغي تخرج كتلقاه في وجهك ضروري تشوف صرت ساعتين مش عارف واش هادي هي ديال الدوله قالك دابا ماشي في الفيديو ما شفنا الفيديو ما فيه حتى شي حاجه عادي وحده تبرز في العماريه لبست لك التكشيطه الحمراء ثاني لبست التكشيطه البيضاء واش كدير هاد الازياء واش عرسها الله اعلم ما عرفتش شكون هي هادي الله اعلم ما عرفتهاش انا مين منين تكرهيني يا صاحبتي كرهيني بوحدك ماشي بالضروري تعرضي على كاع الناس باش يكرهوني معاك حيت ماشي عرس اختك انا منين تكرهي اختي كرهي بوحدك ما تعيطيش لصحاباتك وتقول لهم هذه السيده خايبه وفعله وتركه وما يديرهاش خصنا نكرهوها لا خصك تكرهيها بوحدك بيزن سيداتي شايفين علي اش كنديرو حنا انا علي ما يلا نمشي بحالنا نورمالمون في هاد الوقيته هادي خصني نسلم عليكم حيتاش الن الن انا فيديو صراحه هادي ما قلت تبارك الله عليك نسيت عليا سميتو بعدا انا هو كاع سميتو هاد ليلى نسيت عليا سميتو وحق الله تحبيني لا تاكلي طاقي داك خونا اللي بغاها فيك اش هو هذا تخرجات ليه وحق الله واش ما عندوش الحصارات ولا شنو
ما تخرجت ليه بالله. فوتو الزومي هذا وما دي معك كابا مينك. لا لا هذا شي بالي ما قلا ما عندوش الحصارات. والله يتخرجت بالله. شي هو هذا الشيء هذا؟ يديروا عاد جاهم الحساب حياهم اش كديروا؟ شنو الدراهم؟ شنو الدراهم؟ كمل 20 درهم. ضيرة ضيرة شنو الدراهم؟ بشحال جايب معاك؟ 16 درهم جاي معاك. وغادي لطنجة. جيب معاه 16 درهم وغادي لطنجة. وانا اللي عندي 10 درهم. انت يا خالد وفاء عمي الطلق خطأ. عوض نقول له شريت تلتي كيس كي سي باسي تخلعت عليك نقدر نقول له فين تلتي كنتي مع شي وحده اخرى راه جوج د الهضره عندها نفس المفاد غير هذيك الاولى احسن من هذيك الثانيه وهذيك الاولى غتخليه يقول لي شنو كاين وانا راه غنانليزي انا راه جو نو سوي با بيت كنرضع في صبعي ولا كنت انا مراه وكاده علاش هذا الراجل غيخرج يقلب في الزنقه ولا هذا الراجل انا كنت مراه وكاده وخرج قلب في الزنقه صيفط الزمر عند مو او سويفون سي فاسيل سي با ترو ديفيسيل سي با ترو كومبليكي خاصك دابا انت قبل ما تتزوج ولا تصاحب ولا دير كواكسو سوا في حياتك عرفي راسك غير انت اشنو بغيتي حيت لو جوغ اللي غتعرفي انت شنو بغيتي مني تكون الوضع ما مسلككش ما تجلسيش فيه ماشي واحد جالس وسط 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 المام مسخ وتيقول لك علاش الوسخ كيترش عليا وانت خويا راه جالس وسط المام مسخ راه الا ما بغيتيش الوسخ يترش عليك خرج من تما راه حتى واحد ما شادك واش تفهمنا ولا ما تفهمنا بحال اختي كنتي كتغري زويون في الاول قلنا تبارك الله عليك داكشي غادي زويون وحشي وانت تخسريها ولاش الزمر ديال المو مال هو مونيكا حق الله العظيم وتبعتو هاد خيتي هادي حتى ما غتبقاش شي وحده مجوجه كلشي غيطلق اللي تبعتو هاد خيتي هادي ابن ابي دار ممثله مغربيه لا اسمح لي يلا ولات ممثله مع الفاز اللي فيك قبل ما ديك الساعه ما كانتش ممثله حتى مش ممثله مغربيه لا اسمح لي عمرها ما كانت ممثله مغربيه كيفاش هاد القضيه لا اسمح لي ما لعبات شي حاجه شي لا لعبات لعبه واش اللي لعب نقولوا ليه ممثل وشنو شنو هو التمثيل هو انه تلعب مره مره هي واحد كاين الفوضى كل اللي بغيتي واش راه اهريش قالت لك انت ما فنانه ما والو وتلاحيتي على الدومين ما عندك حتى شي علاقه وخرجتي عن الفن وعلاش خدمت معايا بزاف الاعمال خدمنا اعمال مشتركه مع عبد الله فركوس علاش خدمت ما بيان سور كاينين اعمال عندي مع خدمنا في الفروج خدمنا في زمان كنزة بيان سور خدمت معايا ولكن الراي ديالها كان قاصح شويه ما ماشي كان راي هذاك كان هجوم هذاك كان حسد بوتيت خنت انا زوينه عليها بوتيت خنت انا ممثله عليها حنت انا خليت بصمه كبيره في السينما شكون هي بشرى اهريش في السينما شحال من جائزه عالميه عند بشرى اهريش لا سمحي لي انا غادي نكون غادي نقول الصراحه ما نقول الصراحه بشرى اهريش ممثله واعره فنانه كوميديا سينمائيه تلفزيونيه ما عندي ما نقول ولكن انت يا خليتي البصمه ديالك غير في الزين اللي فيك هادشي اللي كاين وماشي حاجه اخرى ما كايناش شنو غادي تشرب كتهضر معايا خفيه ولا ما فهمتش انا تعاون والديا مش اسمعني يا خويا كيفاش كيتعامل المغاربة مع مساحة الأحذية واش يدي دايرة كاميرا خفية ولا مفهمتش أنا مكتسيريش هي مكتسيريش مكتسيريش باش يفهمنا ما جو قيلة هذا شنو المشهد اللي تارك وخلات فيا ما كتخفينيش أنا هاد البنت ما عرفتش أنا كنت غنهزها وكنت غنديرها في طوموبيلتي وغنديها ما كذبش عليك انا كنت غنهزها وغنديها والله حتى كنترعدت وشوف دريها صاحبي باركه كتسير في الصباط او اللي عندك اللي عندك تعطي لها ما تبقاش بحال هكا محقوره عمرنا ما زوين انا صراحه انا كنقول هاد التريس غير هو اللي غادي يسبق وسط هاد المطر الكبار ما كاينش المزاح انا لا ياكل الله سير على الله يلا نبروش يلا سير على الله المهم الخوت وصلنا لهذا الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم ديروا لايك دير لايك اصاحبي الا درتي لايك ما خسرتي والو
بارطاجي وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شي اول مره كتشوفني وكيعجبك المحتوى اللي كندير، ما تنساش دعمني باشتراك القناه وفعل معك الجرس وخلي لي شي تعليق يكون زوين، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. تهلاو.